صباح النور محمد، نورتنا وشرفتنا. صباح النور عليك وعلى هبة، وأنا في غاية السعادة أن أطلع عبر شاشة التلفزيون العربي. لك سلام من هبة، وهي معجبة جدا بأدائك وفنك وبشخصك طبعا. شكرا لها. محمد، كيف كانت البداية وكيف بدأت مسيرة الفن؟ زي بداية معظم المغنيين كانت بداياتي بالمدرسة مع الأصدقاء والزملاء والأهل، يعني اللي ظل دعمهم لي متواصل لما وصلت إليه اليوم، مغني لشعوب كثيرة مختلفة. أنت اليوم في فرنسا ولكن البداية كانت في السودان؟ نعم، بداياتي كانت في السودان، وأنا اليوم مقيم بمدينة ليو الفرنسية. كيف اختلفت أجواء الفن من السودان إلى فرنسا؟ الاختلاف كبير في الحقيقة، اختلاف الجمهور بيلعب دور كبير، اختلاف اللغة بيلعب دور كبير، تحديات وصعوبات كثيرة. نعم، ومواضيع الأغاني كأنها باتت إنسانية أكثر؟ نعم، يعني بك في تغيير كلي كده، فكنت بغني مثلا للحب، وكنت بغني للأم، كنت بغني غنياتي عادية تكون هي بسيطة، ولكن منذ وصولي لفرنسا فبقى في تغيير كليا كده، نعم، اتوجهت للأعمال الإنسانية أكثر، والأعمال اللي تحمل قضايا حقيقية مجتمعية وإحنا في حاجة ماسة لها. نعم، نذكر طبعا بأنك فزت بالمركز الأول في مهرجان الإبداع الثقافي في الخرطوم. إلى أي مدى هذا أعطاك زخما، قوة، وحافزا لتنجح أكثر في فرنسا؟ نعم، هو شجعني كثير وفتح لي مجال للإعلام كثير، وحتى مجال في التعاون مع الزملاء في الوسط الفني السوداني أو الغير سوداني، بأنه شخصية مبدع، شخصية ديجا هو مثلا من العام 2011 كان هو الفائز الأول في الإبداع الثقافي في نادي الخرطوم، فتح لي مجال بالفعل هو في حتة أنه أتعامل مع أشخاص أو زملاء في الوسط الفني سواء كان السوداني أو الفرنسي. نعم، من غربة البعيدة عم وصل السودان، تقول يعني أغنيتك من غربة البعيدة كمان عم توصل إيقاعات أفريقية سودانية وكلاما سودانيا، إلى أي مدى هيك أرويت عطش وحنين السودانيين في الغربة لبلدهم الأم؟ أولهم أنا، يعني لازال الحنين للوطن متواجد معي كل لحظة، فغربتي البعيدة كانت إحساس حقيقي أنا متعايشه. في نفس اللحظة كنت برسل تحايا سودانيين كسر هم في الغربة أو غير السودانيين، يعني المجتمع العربي هم أيضا عندهم حنين للوطن، شاركتهم الحاجة دي. أنا كفنان أكيد طبعا بمثل وجدانهم أو عن طريقهم هم برسل رسائل بتمسنا كلنا. نعم، أنت الفنان محمد براون الذي نفتخر به، ولكنك في الأصل محمد آدم هندسة، وأنت تفتخر بجذورك طبعا. من دعمك وساندك محمد؟ في الحقيقة الأسرة، الأصحاب في الحي في المنطقة، أهل الوسط الفني السوداني تحية لهم عبركم، منهم الشعراء، الموسيقيين، الملحنين، ولا زال دعمهم لي متواصل يعني. ومن اختار لك اسم محمد براون؟ اسم محمد براون انا وصديقي حيوان عبركم اسمه نصر الدين القديمه، مجرد وصولي لفرنسا فكان لي صعوبات شويه في حته انه هندسه هي كما تعلم انه الفرنسيين عندهم مشاكل في الاش، حته انه مثلا نمليهم الاسم، الحته دي انا ضايقت منها بصراحه. حبيت انه اشوف اسم مناسب فنيا اكثر بالاضافه للون بشرتي، فاخترت انه اسم محمد براون. نعم، طيب عن المهرجانات سنتكلم الان، هل انت تشجع على المشاركه فيها وهل تنوي المشاركه فيها، وبرايك كيف تخدم الفنان؟ بلا شك المشاركه في المهرجانات مهمه شديده، بتخلي في جمهور ثاني بيعرفك، جمهور غير جمهورك
السوداني او جمهورك العربي، فبتخلي جماهير تانية فرنسيه واوروبيه بصفه عامه تعرفك اكثر. ومن هنا انا ادعي الجمهور السوداني او الجمهور العربي هنا في مدينه ليون او في عموم فرنسا انه اليوم لمشاركه بتاعت عندي مشاركه لمهرجان في من 18 ل 20 هنا في مدينه ليون الفرنسيه للمنفى والفن والعلوم. المشاركه في المهرجانات زي ما ذكرت يعني بيضيف كثير للفنان، بيخلي انه الجمهور تاني تعرفه، وبالاضافه بيتعرف على موسيقيين على مغنيين من بلدان اخرى، فبتجي العمليه بتاعت التبادل الثقافي او انعكاس الجماليات من مجتمع لمجتمع اخر. طيب لنصل إلى أغنية لست معاقا، آخر أغانيك أنت تقول وبكل فخر أنك تتقبل اختلافك وتدعو إلى تقبل الاختلاف بشكل عام. كيف وصلت إلى هذا النضج إذا صح التعبير في علاقتك مع إعاقتك؟ في الحقيقة أنا معاقتي من عمري 5 سنوات. منذ صغري كنت بشوف انه يعني نظره المجتمع لي او لاي شخص عنده اعاقه حركيه نظره دونيه، نظره فيه نوع من الاستعطاف، نظره فيه نوع من كانه هذا الشخص هو غير كامل، انه يجب ان نساعده بطريقه ما، لكن الطريقه اللي عايزين هم يساعدوا بها الشخص اللي هو عنده اعاقه حركيه يمكن تجعله هو ينهار نفسيا، يتاثر عليه بيشوف نفسه هو مش كامل مش زي بعض الناس. فمن هنا انا شجعتك انه بعد ما تغنيت كل الاغنيات لازم كان لي انه ارسل رساله هي تخصني في المقام الاول، اقدر اقول فيه لست معاقا، لا تقل كنت معاق في قلب الاخلاق. فالاعاقه الحقيقيه هي اعاقه الفكر والاخلاق، الاعاقه الحقيقيه هو اعاقه الشخص اللي هو غير منتج في حياته، الشخص اللي هو عال على المجتمع، او الشخص اللي هو معيق، الشخص هو حاب يعمل شيء او حاب يعطي الاخرين ولكنه هو يعيقه. فحتى العنصريه اليوم تعتبر واحده من الاعاقات اللي صحيح خطيره جدا. فكان لي قررت انه اعمل اغنيه بتتكلم عني في المقام الاول وعن جميع المعاقين حركيا، انه نحن لست معاقين، نحن لسنا معاقين فكريا واخلاقيا، نحن معاقين حركيا. نعم في اللحظة دي لما حتى المعاقين الحركيين لما يشوفوا انه شخص معاق زيهم في يكتب ويلحن ويغني ويسخر في فيديو كليب بكل شجاعة، فأكيد طبعا بتديهم من الحافز او الدعم. صحيح، وطبعا نشير إلى أنك شاركت هذه الأغنية أو شاركتك الفنانة الفرنسية المغنية فرانكيز سيستا هيك بنص دقيقة أخيرة، كأن الإنسان بات هاجسك في أغانيك وفنك، لديك أغنية اسمها معها أنا إنسان تحضر لها؟ نعم، حاليا بحضر لأغنية اسمها أنا إنسان، حتى هي رسالة قوية، حتى تتطرق على عدة مواضيع مختلفة، منها العنصرية القبلية، منها العنصرية الطائفية، منها العنصرية بتاعت النسب هي نفسها، من الشمال للجنوب، انت ابيض انت اسود انت اخري. هي عمل ضخم وكبير ان شاء الله وهو قريب باذن الله، حاليا انا بعمل في تنفيذه. نعم، نحن بنفتخر فيك كإنسان وكفنان الفنان السوداني محمد براون، ومن خلالك بندعي الجميع لتقبل الاختلاف، لأن الاختلاف يخلق غنى وأنت شاهد. شكرا لك. شكرا لك محمد. مشاهدينا في هذا